Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais expliquer le cours de la quantité de matière. C'est un cours de chimie de tronc commun. Et bien, c'est quoi la quantité de matière et c'est quoi le moment? On va voir tout ça dans cette explication. Et bien, بالنسبة ملي كنبغيو حنايا نكالكيليو ولا كنبغيو نعبرو واحد الحجم كنستعملو دي زينيتي. مثلا كنقولو 3 بوم 40 اورانج كنستعملو دي شيفر. مي بوغ لي غروندور ميكروسكوبيك يعني إذا كانت أشياء صغيرة كنبقى سي ترو باش نبقى نقول مليار 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 اتوم اكسيتيرا. بون بهذا واحد المفهوم سي لو مول. المول هذا المول كنستعملوه في لي زينيتي ميكروسكوبيك. شنو هو مول؟ مول هو 6.02 فوا 10 ا لا بويسونس 23 دو كيلكو شوز. مثلا عندك مول اوكسجين سي دادير 6.02 × 10^23 اتوم اوكسجين. اذا اي حاجه عندك فيها 6.02 × 10^23 منها هذاك هو لو مول. بوكوا شكون اللي لقى هذا الرقم؟ هذا هو افوكادو. طبعا هذه تجي نتايا غادي تقول لي ايوا صافي اختار واحد الرقم على الله سماه مول، حتى انا غنختار شي رقم نسميه كول ولا نسميه شي حاجه. نو، هذا الرقم سبيسيال. دابا نتوما في طخون كومان باقي ما كتشوفوش، باقي ما كيبانش لكم باقي ما كيبانش لكم هذا الرقم انه مميز. كيبان لكم نتوما رقم عشوائي اختاروا افوكادرو باش يسميه شي حاجه، ولكن هو تبنى على عده اشياء باقي غادي تشوفوها ان شاء الله الناس اللي غيتخصوا في الشيمي المرابطه. اذا الى عندي مول دو كيلكو شوز، دونك عندي 6.02 × 10^23 دو كيلكو شوز. مثلا انايا عندي 6.02 × 10^23 بالبقلامه. البقلامه سي طخو، المول ديال البقلامه راه فيها بزاف، يعني ما يمكن ليش نستوعب عليها. قريب واخا نجيب الكابيوات، الكابيوات منا. بون كنستعملوها لي غروندور ميكروسكوبي. اذا كيف، اذا ما علاقه هذا الشيء بلا كونتيتي دو ماتير؟ كتقول لي العلاقه نيميرو ان انه الى لا كونتيتي دو ماتير ايغال ان سيغ ان افوكادو. راه باينه باينه كيفاش. مثلا نفترض الى قلت لك انايا 15 حاجه كتسمى رزمه، 15 شيئا وسميه رزمه مثلا، وعندك 75 كتاب وقلت لك القال شحال فيها من الرزمه، غادي تقول لي 75 ديفيزي بار 15 وكنلقى عدد الرزم. لا ميم شوز ايسي، عندي انا واحد العدد كيلكم 20 منها، بغيت نعرف شحال فيها من المول، كنقسمها على عدد افوكادو باش نعرف فيها شحال من المول بالضبط. سي بوركو سي بارفوا كيديرو لينا 6.02 × 10^23 وكيكتبو لينا مول موان زه. اذا ان ما عندهاش وحده، ان ا عندها وحده، ملي كنحسب كنلقى لا كونتيتي دو ماتيغ اون اوتيليزو لو مول. بيان بون، نمشيو دابا للقاعده رقم اثنان. اشنو كتقول لي القاعده رقم اثنان؟ واش يمكن ليا من الكتله نعرف المول؟ مثلا عندي انايا 100 غرام، 100 غرام مثلا دو سي او 2، واش يمكن ليا نعرف فيه نعرف شحال من المول؟ اذا اذا انا اللي عارف هو ان افوكادرو من كيلكو شوز هو واحد مول. اذا كيفاش ممكن ليا نلقى علاقه بين الكتله و لو مول؟ انا داك يمكن ليك الى عرفتي الكتله الموليه، لا ماس مولير. سي كوا لا ماس مولير؟ مثلا لا ماس مولير، لا ماس مولير، لا ماس مولير دو كاربون سي كوا؟ سي 12 غرام بار مول. بمعنى انه الى عندك 12 غرام من ذره الكربون راه عندك واحد مول. عندك مثلا لا ماس، مثلا لا ماس دو فير، لا ماس دو فير 56 غرام سيغ مول. بون الى عندك نتايا 56 غرام من الحديد راه عندك واحد مول من ذرات الحديد. اذا في هذه الحاله اذا هذا الشيء كيبقى ستابل، يعني ما يمكنش لا نقول لي لا غير هذا الكربون مره كيصدق فيه 12 غرام، داك الشيء ستابل توجور 12 غرام كتعطيك واحد مول. اذا هنا فاش كتبان لا سبيسياليتي ديال هذا العدد، علاش؟
الى تبعتوا معايا مزيان. ف 12 غرام ديال الكربون يلاه واحد مول، هاد 12 الى تبعتوا الى رجعتوا تفكرتوا الدرس ديال الذرات كنا كنديروا 6 12 6، هاد 12 هو ا لي لوغ دي نيكليون. وهادي تكتشفوا من بعد انه الى عندك لا ماس مولير هي ا ديال لاطوم، مثلا ا ديال الحديد هي 56، دونك لا ماس مولير 56. ا ديال شي ذره معينه مثلا قلبتي في الجدول الدوري لقيتي ا ايغال ك ديال الهيدروجين هي اف واحد، دونك مثلا ف لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1 غرام بار مول هكا. اذا داكشي علاش كيبان هذا الرقم اليك، حيث انه كان سبحان الله ملي كنكملو مول من داك الذره اوتوماتيكمون يتصادف العبارة ديالو هو ا، هو ا، وهادشي غادي تبروفيو عليه من بعد. اذا مثلا انا عندي 100 غرام 100 غرام دو كاربون وقالوا لي نحسب ليه لا كونتيتي دو ماتير كميه الماده، اذا كميه الماده كتساوي الكتله ديال الكربون مقسومه على لا ماس مولير ديال الكربون. انا عندي 100 غرام، لا ماس مولير ديال الكربون هو 12 غرام لكل مول، ايوا صافي كنكالكيليو 100 شحال فيها من 12، اذا عدد 12 هو عدد لي مول. دونك اذا القاعده رقم 2 باش تعقلوا عليها مزيان، هي القاعده رقم 2 هي لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي ليا لا ماس على لا ماس مولير، لا ماس كتساوي ليا بالغرام، لا ماس مولير كتساوي ليا الغرام بار مول، اي ايسي اون ان بالمول. لا ماس مولير ديال موليكيل، مثلا الى بغيت انا لا ماس مولير ديال سي او 2، لا ماس مولير يعني شحال 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 الكتله ديال واحد مول منه. اذا كيفاش كندير؟ كنقسمها كنقول هي لا ماس مولير ديال الكربون زائد جوج لا ماس مولير ديال او 2. هاد المعلومات باردون هي جوج لا ماس مولير ديال الاكسجين، بيان سيغ لا ماس مولير ديال الكربون ديال الاكسجين اكسيتيرا كتعطيو توجور تحت ديال التمارين، لذلك ما تخافوش دائما غتلقاو تحت التمارين دوك لي ماس مولير، وكدير عمليه حسابيه وكتحسب لا كونتيتي دو ماتيير. جيسبير ايسي كو فوز افي بيان كومبري لا كونتيتي دو ماتيير اون اوتيليزون لا ماس اي لا ماس مولير. دابا السؤال عاوتاني، السؤال الاخير، واش يمكن ليا بالفوليم واش يمكن ليا بالحجم نستنتج لا ماس مولير؟ مثلا عندي مثلا نقولو عندي 100 لتر ديال سي او 2 ديال شي غاز مثلا ديال او 2، واش يمكن ليا نعرف من الحجم نستنتج عاوتاني عدد المولات؟ ممكن. كتقول لي واحد القاعده ديال افوكادرو اومبير ان جميع الغازات عندها واحد مول منها عندها نفس الحجم. مثلا الا شديت باش نطرح لكم ديك العلاقه ديال افوكادرو اومبير، مثلا الا شديت في 20 درجه، عندي 20 درجه وعندي واحد الضغط معروف واحد اتموسفير، مثلا هادو هما الشروط ديال الغازات، حيت الغازات كيتبدلو حسب درجة الحرارة و الضغط. نفترض خدامين في هنا، شديت واحد مول من أو دو، شديت واحد مول من شي غاز خور من سي إل دو، شديت واحد مول من ثنائي الهيدروجين، شديت واحد مول من سي أو دو، إذا شديت واحد مول من كل غاز. كتقول لي القاعدة أفوكادرو أومبير أنا واحد مول ديال أو دو، واحد مول ديال سي إل دو، واحد مول ديال أش دو، واحد مول سي أو دو، إذا عندهم نفس الفوليم. إذا الفوليم اللي غيعطي ليا أو دو، الفوليم مثلا نفترض هذا واحد مول نقولو كيشد مثلا هذا كيشد 20 إيطرو مثلا، إذا إلا كان أو دو كيشد ليا واحد مول من أو دو كيشد ليا 20 إيطرو في القاعة، حتى واحد مول من سي ال 2 كيشد ليا 20 لتر، حتى واحد مول من اش 2، حتى واحد مول من سي او 2، دونك دون لي ميم كونديسيون. ماشي بحال الكتلة، واحد مول ديال او 2 العبار ديالها لا ماس ديالها ديفيرون على لا ماس ديال سي ال 2، ديفيرون على لا ماس ديال اش 2، ديفيرون على لا ماس ديال سي او 2. بوغ لي فوليم سي باغال. داكشي علاش كاينه قاعدة كتقول ليا انه الا بغيت نحسب كونتيتي دو ماتيير انطلاقا من الفوليم كتساوي ليا الفوليم على الفوليم مولير. هاد الفوليم مولير ستابل كيتعطى
كيتعطى في التحت ديال التمرين غالبا كيتعطى 2.2 و 2.4 على حسب الوحده. شوفوا نتوما واش خدامين باللتر ولا السنتيمتر مكعب بارمول. اذا بمعنى انه الا مثلا عطيتك سنتيمتر مكعب بارمول يعني خاص 22 سنتيمتر مكعب من داك الغاز باش يكمل ليا بول اكسيتيرا. وكيكون ستابل بمعنى ماشي بحال لا ماس مونير لا الفوليوم مونير بحال الفوليوم مونير ديال اودو بحال الفوليوم مونير ديال سي اودو بحال الفوليوم ماشي بحال لا ماس مونير. لا ماس مونير شاك اسبيس شاك اتوم عنده لا ماس مونير ديالو. اذا هاد العلاقات ثلاثه هما العلاقات الذهبيه اللي يمكن لك تستعملهم في لا كونتيتي دو ماتيير فاسيلمون. سي تري فاسيل. يا اما ملي كيطلب منك لا كونتيتي دو ماتيير كنشوف يا اما انت خاصك تطبق جروند ان على ان او يا اما خاصك تطبق لا ماس على لا ماس مولير او بيان خاصك تطبق الفوليم على الفوليم مولير. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري لو كو اي اون باس مانتونون ا لا بروشين بور اكسبليكي كونسونتراسيون مولير دو تو افيير. طلع منك.